هذا الليل والنهار والاسود والسواد اللي انا داخل خارج فيه. وبعدين يا جدعان في الكرافك اللي انا عايش فيه ده مفيش مره اروح اضرب المفتاح روح خارج بالكنز ويبقى الموضوع خلص كده. الله يخرب بيتك يا عم هريسه. والنور القاطع ده ايه؟ يبقى احنا كده في مصر. نور قاطع يبقى احنا كده في مصر. عزيز هو في ايه؟ الدنيا ولع. مع السلامة عليكم الأول. وعليكم السلام ورحمة الله. يبقى احنا كده في مصر، الدنيا ولع ليه؟ أنا عارف. أنت بتشتغل ايه؟ أنا بالقافي حرامي. لا والله حرامي؟ أهي. بتاخد كام في الشهر؟ إيه؟ أنت ميزانية متوحة أنت. إيه اللي أنت لابسه ده؟ أنت بلياشتو؟ أنا إيه؟ بلياشتو. بلياشتو؟ بلاش. طيب بقول لك ايه والنبي حبيب الملايين، انا شايف حاجه ورا ودنك كده وعايز اعرق دماغي. ما شربت السجاير بقالي بتاع شهرين من الكفار للثوره. وحبيبي اتفضل. تسلم. سلام عليكم. يا ربنا يرزقك يا رب بالحرام. معاكش كبريت والنبي زميل؟ طلباتك كترت. امسك يا عم. كترت ايه وانت بتجهز عروسه؟ سلام عليكم. الف سلامه. نهارك ان شاء الله ازرق باذن الله. سلام. سجاير. برضه السجارة ما ولعتش برضه. أولع ازاي أنا؟ ممكن أولع لو سمحت؟ وقف عندك ما تتحركش يا مجرم يا عتيد يا بتوع الحركة والبركة والمركة. هنلمكم. اسمك ايه يا جدع انت؟ انا نمت. انا ما عملتش حاجة والله. قدام يا حارق القاهرة يا معتدي يا اسير. انا هحرق القاهرة ليه؟ اقرا حقيقة القاهرة، اقرا حقيقة القاهرة. لا قطع عليكم الخلايا بتاعته. اقرا حقيقة القاهرة، اقرا حقيقة القاهرة. والصحافة صاروخ ليه كده؟ الخلايا بتاعته. اقرا حقيقة القاهرة. اشاعات؟ ايوه. واضح انك ضليع قوي. كله اشاعات في اشاعات؟ كله اشاعات في اشاعات والله. واسمك؟ اللي منور الجرانين. انا ما اعرفش. انا وقت مع العسكري وانا خارج من الخرابه لقيت خارج من القاهره الحادثه هو اللي حرق القاهره. ازاي ما اعرفش؟ وصورتك والشهود؟ ده بقى سرعه النت. الكيكا بايت عاليه هنا في قلب المكان عندكم. دي كلها اشاعات. كل ده اشاعات حضرتك سعادتك. ربنا اراد يكشف سترك. ليه بس؟ ده انا بريء والله. قول لي. نعم. اللبس اللي انت لابسه ده حلو عاجبك؟ دي قرائن وهسالها لك. اتفضل. اللبس اللي انت لابسه ده ايوه اللي بيدل على زي موحد لحزب معين. نعم. اللبس ده ايوه بتاع ايه؟ ده بتاع البلاك بلوك. بلاك بلوك. البلاك بلوك. جميل. عظيم. اعتراف هايل مدهش رغم اني مش عارف معناها. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. جل من اعطاك علم الشياطين. يا خسيع. خسيع. قول لي. اتفضل. تقول ايه على الدليل القاطع اللي هيوصلك لحبل المشنقة اللي انت متخفي من ورائه؟ ليه بقى؟ نعم. دليل ايه؟ دليل ايه؟ انا مش عارف حضرتك بتتكلم على ايه اصلا. دليل ايه حضرتك؟ ايه هو الدليل؟ ما تلفش وتدور عشان انا روحي بتلعب في مناخيري. الف مبروك ما شاء الله روحك كبرت وبتلعب في مناخيرك. ايه حاجة عظيمة. وتقول ايه في السلاح اللي لقوه معاك اثناء اشعال حريق القاهرة؟ حريق القاهرة؟ حريق القاهرة. حريق مصر. مصر لكل المصريين. لا استوب موكشن بقى كده. لا ما ينفع. حريق ايه يعني؟ انا انت فاكر ان انا اللي جدي قلب ان انا احرق بلدي احرق مصر؟ ده انا ماليش عيش فيها ولا استحق اصلا ان انا اعيش فيها. انا عرفتك. ازاي دي؟ انت من الفدائيين. فدائيين؟ انا احبكم والله واكن لكم كل احترام وتقدير. الله يخليك. الله يخليك. انا فدائي. انا فدائي وكل اللي انا منضم ليهم فدائيين. واحنا كفدائيين برضك بنحبك وبنكن لك كل طراطيش. عارف؟ ايوه. رغم انك حارق البلد بره. ايوه. لكن ممنون منك. عارف ليه؟ ليه يا فندم؟ علشان شجاعتك واعترافك بحريق القاهره. سعادتك لو سعيد ان انا حرقت القاهره انا ممكن اسقط لك بكره احرق مسجد السمان والجيزه وبني السويس والحتت دي يعني لو حابب. مش عايز تحرق حاجه تاني؟ شوف انت عايز حاجه بحضرتك على حسب ما تحب حضرتك. انت على اتصال بمين في الخليه؟
اتصدى منين في الخلايا؟ بالراجل صاحب المنحل نفسه. انت مش فاهم يعني انت من الفدائيين؟ يا باشا انا بقول اي حاجه انت سعادتك عايزها. انت شفتك بتحب الفدائيين فقلت بقى فدائي فدائي لك حبي وفدائي. عايزني ابقى صهيوني؟ خلاص خليني ابقى صهيوني لو انت بتحب الصهاينه. شوف انت بس شوف انت عايز اي بلد عايزني اركبها وابقى معاها واخد بالك؟ بس المهم ان انا افك واخلع من هنا بقى. صهيوني؟ ايوه صهيوني. ده اعتراف هايل. امال ايه؟ ده اعتراف مذهل. امال ايه؟ مزعج. ايوه اكتب عندك. اتفضل. وقد اعترف المتهم ايوه بكل المنشورات شفت المنسوبه اليه. الله يخليك. بحرق القاهره وزود صهيوني. ايوه. وفي الجيزه. نكتب له الجيزه. قلنا هنحرق الجيزه وقلنا السويس. تعالى اقف جنبي قول المحفوظ اللي عايزه. ممكن؟ ده محضرك. والله انا ما عايز بس اتقل على حضرتك. فضل. والله لا مؤاخذه عني. اتفضل. الله يخليك. بص هنا اكتب الجيزه، اكتب الجيزه ايوه وبن السويس وخش بقى ايه الاتحاديه. صح؟ ماشي؟ وعندك هنا رابعه ومدان عدين. ماشي؟ اه كده خلاص. اه مرضي؟ اه كده انا مبسوط. اه في اي اضافه؟ والله شوف انت بقى استضيف حاجه انت ضيفها. اكتب وقد اقفل المحضر في تمام الساعه 7 و11 دقيقه مساء يوم ايوه 26 يناير ايوه يناير سنه 1952. لا والنبي 52 52 ايوه 52 52 52 لا ايوه اهو الملك فاروق جعفر اهو ما شاء الله عليه. طب ممكن في بياضه هنا ممكن اسجل فيها حاجه ثانيه زياده؟ اتفضل. هي صوت فقط. اتفضل. ماشي؟ حلو قوي. سعادتك وصلت ان انت قبضت عليا الساعه كام حضرتك قلت دلوقتي؟ 7:11 دقيقه. 11 دقيقه وعدى قد ايه الوقت على الكلام بتاعنا؟ يعني يقول دقيقتين. دقيقتين يعني بقت كام؟ 13. حلو ده بقى ميعاد هروب انا. الواحد الواحد. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. ابوك تعرفه؟ اعرفه. الله يخليك. بس حضرتك هيئتك ولبسك غريب خالص. يا عم بلا خالص بلا مالص. هو ايه اللي حصل في البلد؟ ايه جهنم اللي ولع دي وبني ادمين ماشيه عماله محروقه ومولعه في ايه؟ حضرتك مش عارف ولا مستنكف؟ انا بيني وبينك عايز اتكنف فعلا في اي حته، استنكف في اي حته كده ومحدش يعرف مكاني في الهوجه اللي حاصله دي. الاذاعه والجرانين بيقولوا اللي حرق القاهره شخصيه وهميه تدعى الليمبي. اللمبي؟ مش معنى اللمبي، اللمبي هو اللي يحرق القاهرة كلها لوحده. عندك حق يا عزيزي. الحكاية واضحة زي نور القمر. أمال إيه؟ اللي ورا الحكاية دي القائد البريطاني البريجادير أوكسهام. طب والبريجادير أوكسهام دول علاقتهم إيه في الثروة؟ الثورة اللي حصلت في هنا؟ يا عزيزي أوكسهام هو رأس الأفعى. أيوه. أصدر أمر لوزير الداخلية. فؤاد سراج الدين باشا. بإخلاء سكنات الشرطة في العباسية. إخلاء سكنات الشرطة في العباسية؟ أيوه. أيوه مهم طبعا يخلع سكنات الشرطة في العباسية. فؤاد باشا جن جنونه. أيوه طبعا. واتصل بالنحاس. أكيد بقى عشان عايز يديله المواعين والحلل من عنده بقى وياخدها يخرجها قبل ما تتشقط بقى من العيال اللي هم البلطجية. ولا إيه؟ كلامك ورموزك يؤدي للمعنى المنشود. لا ما أنا ما أعجبك، ما أنا أصلا خبيث، يعني عارف الحكايات بتحصل فيها ازاي. النحاس باشا رفض تسليم القناة. رفض تسليم القناة؟ والله عنده حق. بس الكلام في سرك يا عزيزي. اتفضل. اللي حرق القاهرة؟ ايوه. الجماعة المدربة. ده كلاب دي ولا ايه؟ هما مش كلاب، بني آدمين بس زي الكلاب بالظبط. ايوه صح. حرقوا القاهرة لإحراج النحاس.
خلص أم الجمان وودينا عند زرزور بقى. بس يا عزيزي اللي هيصير فضولي، ايوه، حكم دار العاصمه ماذا بقى؟ مصمم ان الليمبي هو اللي حرق القاهره، وبيقول هيجيبه. اللي هيجيبه غفية يا عم. انت حاسسني ان البلد كلها مستنيه الليمبي ده ما يجي يروحوا ملبسينه كل الحاجات دي، وحكم دار عاصمه وتكسر العاصمه، وانت شكلك اصلا مش من العاصمه، وبعدين ده عصر غريب وانت غريب وشكلك غريب، وعايز اروح المشوار الغريب بتاع امي اللي جابوني ده. انا هوصلك يا عزيزي، بس انت خليك محله. حاضر محله، وحله يا حله، مروان كريم يا حله. اتفضل يا عزيزي. الليمبي ده، ايوه، مخابرات الانجليز وراه، ايوه، مخابرات الملك وراه، ايوه، والبوليس السياسي وراه، ايوه، يعني هيجيبوه. يفرجونا هيجيبوه ازاي؟ يا ابنوني يا عم الحاج، وش كده في السيده بسن سنجيت يا معلم، اروح معلم على الارض كده، واللي يعدي الخط الثاني يعدي بفيزا. اصحى اصحى يا عم الحاج، ده انا الليمبي اللي. انت مين؟ انت مين؟ انا مين ايه؟ انت بتقول انت الليمبي؟ يعني كلنا الليمبي، كلنا الليمبي كشعب واحد يعني. ايوه يا عزيزي، الثروه لازم تقوم على كده. عارف يا عزيزي. اتفضل يا عزيزتي. شمس الحريه هتشرق مهما طال الليل. هو انت حزب كنبه ولا حركه تردد؟ تردد. ايوه، دي احزاب جديده دي ولا احزاب جديده لسه معموله؟ اتاسست امتى؟ ده وانا جاي في السكه من هناك من مصر دلوقتي. ومين زعيمها؟ لميس الحديدي. لميس الحديدي؟ ايوه. معرفهاش للاسف. شايف يا عزيزي اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. هو ده قصر الزرازير؟ عارف يا عزيزي؟ اتفضل. انا ممنون منك خالص. وانا شلتوت منك خالص والله. والله حضرتك المشوار ده طويل. ايوه طويل. وبيكلفني 5 قروش. لا والنبي، 5 قروش؟ بتاخدهم على حجر واحد؟ انت ظريف خالص. وانت خفيف خالص. دي حركة قديم. الفدائيين. الفدائيين؟ هو ده يا عزيزي قصر الزرازير. أنا ميمون جدا. أنا اللي ميمون ليك يا عزيزي. ميمون ربنا يخليك. ليه 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 يا ميمون؟ اتفضل. مع ألف سلامة يا عزيزي. أنا ميمون جدا من الفرصة دي. تعال. إيه؟ أخرت كده ليه؟ مش عارف هنا. يلا بينا. إيه الناس اللي بتجري دي؟ المهم يا ام قطاطه اتاخرنا. ما انا جاي اهو، ده دربه الدم لما تلودك. امين. يلا تعالى. قطاطه. انا بس مش هنا. هو انت هنا؟ لا 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 لا، انا مش هنا. بس ده الراجل انت مش هنا. انت هنا. ما تيجي هنا. اجي هنا فين؟ انا فين؟ لا حصل ان انا مش في الفنة، انا حصل ان انا في الجنة. انت كمان مت ودخلت الجنة؟ ايوه مت فيك من ساعة ما شفتك يا قطاطة. اضربني في الاقلام يا قطاطة. عاملني بعم اتلم يا ولية. عاملني بوقاحة يا وحش. اتلم مين؟ بموت بوقاحة. ما تشوهيش الصورة اللي انا واخدها عنك في دماغي. قطاطة انت مش عارفه قيمه نفسك، انت بتشوفي الناس وتفهميهم وتحكي عنهم وتحللي حياتهم وسلوكهم بعدسه خماسيه الابعاد. العقل البشري لسه قدامه قرون وقرون علشان يوصل لها، بس انت مشكلتك في يعني في الكونتراست اللي في شكلك الخارجي وجمالك الداخلي، وتيجي تزيد الطينه بله تقوم تلخبطي علم الفلسفه اللي ربنا اداها جواكي ولا انت دريانه بيه. يا اخويا ما انا واحد راعب، انت وقعت دماغي. ما تيجي اوريك الجمال اللي جوه. اتلم يا وليه. هضرب غطس فيك اوريك الجمال اللي جوه. هو انا بكلم جاموسه؟ الله الله الله، خد هنا. ايه ده؟ يا جدره لوليه كننت. كتير من دار قله ادب، ودي هي اللي حبيبتي فيه. جدرة يا جدرة. اما قطاط هو يحرق كده يعني اللي شفت بيجري ولا بيتهجم عليه ازاي؟ ايوه شفت، ده انت فرتك الراجل. بس مش كده هو يعني ده كان عايز يسكني في صدري وانا بجري وبس في بوقي. ايوه شفته اما باتك في بوق. ايوه اما انت واقف كده النطخ. لا ما انا حوست اهو، دخلته جوه اهو. ايه؟ ما انا حوست جوه اهو. ده انت ضربت الدم من بطيتك بره بطاطك. ها؟
أبيت إذا نص روحي لو داخل فيك كده يفرتكنك المعنى والفيسة وكله أبيت ما أنا خش على السجن يا كلب.